شو اسمك عباس؟ يا حبيبي يا عباس. أنا أبو رياض، أنا ابن بيروت، بحكي شو ما بدي على القلب تفوت. بعشق كل الناس، ما بغير حلاس، إذا حدا شاكر بلعنن أنفاس. سألوني مصبع الكرات، هو باقي معكن بكل الأوقات. قلبه شو حساس وراسه وسواس، يسير كل العالم ويناحر بعباس. أبو رياض، يا حبيبي يا عباس. لا 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 يا قلبي. مين 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 لك مين؟ ما بعرف مين. ما انت عم تغني يا قلبي مين؟ انا عم غني يا قلبي. قلبي مين 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 اللي داوي هيا يا قلبي مين؟ شو سلامتك عمي ابو رياض؟ مين سلامت قلبي؟ مين اللي حاسس بي مريض؟ قول لي اللي حاصل ليك يا قلبي. لك روق شوي. شو مريض؟ مين؟ انت؟ انا؟ لا ماني مريض عباس. شو عم تعمل؟ شو هذا لكان؟ خلطي ام رياض بها شيء؟ يا ريت. لا ما بشبه شيء. لشو على العصر الحامض لكان؟ عم بعصر، عم بحامض، بدي حضر الحامض النووي. ها؟ شو بدك تحضر؟ حامض نووي. عمي ابو رياض ما قلنا لك، قلنا لك هذا اسمه الحمض النووي. اسمه حامض عباس. اسمه حمض؟ معروف؟ لا هيدا حمض، لا ما خص بالحمض. بعدين شو هذا؟ شو خصك بهي القصة؟ شو عم تحضر لي حامض بهي القصة؟ لحظة واقف لقلك. دقلي لشوف. شو بدي دوق؟ نقطة حامض. طيب ايه حزا حقدقتن ها؟ ايه بس. ولي؟ حامضين؟ لا شو بدي يكونوا يعني؟ إذا حامض شو بدي يكون يعني؟ مر؟ واحد. طيب عمالك واقف عباس. واحد. اثنين. ثلاثة. خير؟ ما فقع. ليه شو بدي فقعنا؟ كان مفروض تفقع. ليه؟ بس يمكن بقى بعد بدهم اليورانيوم. بس لحظة صغيرة. ايه؟ لحظة صغيرة. ايه؟ عن جد شو عم تعمل بكل هالقصة؟ شو لك انت بهي القضايا؟ عمي ابو رياض هاي قصة الحمض النووي. حامض. لك حمض هذه إلها مختبرات، إلها شركات، إلها مؤسسات، هذه شغلة علمية كبيرة. ما انا كنت اشتغل بالحامض النووي عباس. لك شو خصك بالحامض النووي؟ أنا شو خصني؟ وين كنت تشتغل بالحامض النووي؟ ما خبرتك؟ لا ما خبرتنا. اسمع له خبرك. بالزمانات عباس. يا ويلي. سنة 21. طيب. بيدق تليفوني. السيلولر تاعي. مين بدك يطلع التليفون؟ مين؟ كاميل سونغ. كاميل سونغ؟ إيه. مين هو كاميل سونغ تبع؟ أنا عم تحكي عن كوريا الشمالية. اسمه كيم إيل سونغ. كاميل. كيم إيل. كيم إيل؟ ايه؟ هو كيم إيل بالكورة. ايه؟ بس هوني هو بالأساس اسمه كاميل. طيب مع الكورة بتقوله كيم إيل. ايه طيب ماشي. كاميل شو بده منك؟ سونغ بعت ورقي قال لي ليك يا أبو رياض، القصة مش عم تزبط بيناتنا. نحن الكوريين يا أخي ما عم نفهم على بعضنا، وعم بيصير في مدابح ومجازر هوني كل شيء. ايه؟ عم يعلقوا مع بعضهم الجماعة بكوريا. بنفس كوريا؟ لا اني برات كوريا كانوا يعني. طبعا بقلب كوريا. اي وحده يعني؟ كوريا الشماليه ولا كوريا الجنوبيه؟ هي ذاتها كانت كوريا وحده ما في غيرها، تجي مطوله هيك. شو بتجي مطوله؟ كوريا هي هيدي كوريا عم بقول لك عنها، كانت هيك شيء بقلب كوريا. بس هي ما كان في كوريا شماليه وجنوبيه عباس. بعدين قسمت. بعدين ما يبقى صار في مشاكل. ايه؟ ما هو انت اذا اعطيت ظهرك للشمال ببين الجنوب عندك. ايه؟ واذا اعطيت الجنوب ببين الشمال. شو الخبريه هلا؟ لا المهم. طيب المهم شو بده؟ كان يصير هذا كاميل سونغ كان يدبح العالم. قال هونيك الزلمة منا يعني ما تؤخذنا، كان شوي ديكتاتوري. ايه؟ والكوريين لانه كلياتهم بيشبهوا بعضهم، يجوا لعندي مثلا يذبحوا لواحد مثلا كوري. إيه؟ يجوا لعندي ابو بارك جين سونغ يلي انا واحد ابني طلع فيهم، ما كلهم بيشبهوا بعضهم. مزبوط مثل بعضهم. ايه هو بارك جين سونغ ما يعرف ابنه. ايه شو اعمل انا؟ عملنا خلطه الحامض النووي وكل شيء. تعرف له مين ابنه؟ الدي ان اي. حتى اعرف له انا واحد ابنه. على عدد الكوريين تخيل شو عندي شغل كل النهار عباس. طيب منيح بس الدين. وهي كوريا بقول لك كانت مشاكلها كبيره، يعني كيف بقول المثل كوريا ومعصومه؟ لا شو
خلاص كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. ايه من قصمي. طيب المهم هلا كوريا معصومة. لك طيب منيح كيف طنجرة ولقيت غطاها؟ اه هيك هلا طلعت معك القصة. ايه ما هي بالاساس كان اسمها خوريا. شو كان اسمها؟ خوريا. لك ليه كيف عم يزبط لي التاريخ عم يتطلع فيه وينزل فيه على حسابه؟ خلصتون هيك شغل، قدمت استقالتي وبطوا تعويضي وكل شيء منهم. عم بس جيت على البلد بدق لي مين؟ جاك السفيح. مين جاك السفيح؟ جاك ذا ريبر من انجلترا. قال لي ابو رياض انا هون عم بدي كل شيء في شق. نسوان. هول النسوان ما بريدهم ابدا يتجولوا بانجلترا بالليل وكل شيء بيعملوا لها مشاكل، هول ما منيح للسمعه الانجليزيه. ايه 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 هول ما شاف منهم. قلت له طيب شو مطلوب مني يا جاك؟ قال لي بدك تجي بس حتى لانه انا ببعلهم وجاههم وبشلهم مع لاطع هون وبقتل فيهم ما ببينوا ما بينعرف مين هن. مزبوط. اهاليهم عم يجوا بيسالوا عنهم. اه لحتى إيه؟ صارت كل العالم عارف انه جاك السفيح عم بقتلهم. ايه سو اشتغلت معهم بالحامض النووي وسحبت. بتعرف هيدي لمين وهي اما مين وهي كل شيء بعرف النمله من باضة والدجاجة من نملها. اه هيك صارت هلا كل شيء بعرف. طب هلا عشو هالسردي كلها هي هلا لشو عم تعملوا نال هلا حتى نعرف هيدا معصوف الرقبة ابن مين ولا لا. عن ابن فريد عن منذر. ما تقول اسمه منذر. انا بس اسمي منذر. اسمه هو منذر والله. طيب هلا بدك تروح نشوفه لناطرنا فريد ما ناخده على المختبر. ليه بعد ما راح لهونيك على المختبر فريد؟ انا عم بشتغل هون بدي حض الحامض. لك ما بعد قصنا لحظة. طوفي نعم شدي جيب لي يورانيوم. تكرم عينك. يورانيوم؟ ايه هلا هذا طوفي معه يورانيوم. هلا هو بخص بيورانيوم عم بس كمان بخص بيورانيوم. ايه هلا بجيبنا نقطتين يورانيوم نغلطهم مع الحامض ونتكل على راح. عم شو هالحي هذا؟ لك كل واحد فاتح على ذوقه. ليه عم تتنمرت وتتسمسم؟ ليش عم بتجاكر عبي؟ ما عم جاكر. شايف عطرزك كتير يعني. فوت اطلع انزال طاقطي. هلا تا فريد بعده بالترمبة ما راح؟ ما جاي اخدك لحتاني ناخده على المختبر. شو قصته هيدا؟ شرف قوم. شو اسمك عباس؟ يا حبيبي يا عباس. شو اسمك عباس؟ يا بابا شاهد يا لاهيد يا لاهيد ما بدي ما بدي ما بدي سير ايدك شير ايدك واقف ما بدي ما بدي خلص واقف يا واقف يا طوفي وفافا وخروخرو ما فروفرو ما تاخذوني على المختبرات انا ما بحب المختبرات معلم فريد ما حنتاخر 10 دقايق ومنخلص بلاش ضايع قلبك انت يا فافا ما بدي اروح على المختبر انا بس بدي ابو رياض خذوه يعني خذوه طبعا انه شو يعني وصل ابو صير شو اسمه ابو صريع قال لك انه خذوه على شو اسمه بدك تعمل هالشيء نفس الشيء انت يا فوفي ما بتخوف معلم فريد دغري بيسحبوا لك دم ما بدي دم نقطه انا بخاف من القبر يا فروفرو ما تخاف يا معلم نحن معك واذا انتو معي انه شو يعني بدكم تردوا الابره عني ما انت بتعرف شو هيدي الابره يا فروفرو شو هي هيدي بدي تروني هلا انا بعرفتي على المختبر ايه؟ بدي تروني ابره بالله عضل هلا يعني مثل ما طرقوا هيدا الحصان تاع السبا هذيك اليوم ايه؟ طرقوا ابره بالله عضل كربش بارضه لك شو حصان انت مشي يا عم شو هيدا ما بدي ما بدي خلص ما بدي سيبوني شو اهلا 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 عمو ابو رياض اهلين يا منال يا بنتي تفضل شو هذا اجينا تلغراف لا هيدا فحص الدي ان اي تبع منذر اه طبعا ما تقولي منذر ما حدا غير اسمه منذر ما بريد ابدا تقوله منذر اه هلا هذا نعمله الفحص وهي النتيجه هيدا فحص على النتيجه خلينا نشوف لاطي عباس هات لشوف شو بدي القطع تعطيك نظره برافو منذر برافو املاء 9/10 استظهار 5/8 لك شو املاء واستظهار ماتيماتي لك لحظه صغيره ايه؟ فحص حمض نووي هذا بتقلي املاء واستظهار حسبته له هذا من المختبر ايه كيف بده اعطيه بون بوين طيب هات له نظره مركز التحاميل الطبيه تحاليل دغري تحاميل ايه؟ مختبر أشعة الدكتور ميم قاف عين أخصائي في الطب المخبري السريري طيب هاي شو بدنا فيها شو بدنا فيها ايه؟ فوت دغري لتحت ما زالك انت فهلوي بالحمض النووي تفضل شوف شوف ايه؟ النتائج اها ايه عيدة هي مصري لك شو ايه لك يا عمي ابو رياض ايه؟ هلا شو اها واها شو خلص هيدا هو الدي ان اي تاع
هيدا الشاب منذر هيدا الولد مبدئيا منذر إلا حق تقول له منذر بعدنا لهلا إلا حق تقول له منذر إلا حق لا لا خلص يا بنتي هيك لهلا خلص نحن شوفي لأقول لك نحن بيت الريس نحن ناس دغري ما ملوفي صح هلا انتو عملتوا التحاميل تاعوكم تحاليل التحاليل ونحن رح نشوف إذا طلع تأكد معنا إنه هيدا الولد ابننا نحن ما بنترك حدا كبير هيدا بكون ابننا كبير عمي أبو الله على راسنا كبير وإذا لا بكون يا دار ما دخلك شر وبتشطفوا وتحطوا الصابعونة بتزحطوا عنا فهمت علي كيف؟ يعني واحد جبنا واحد شو كل شيء طيب انتهى الموضوع طيب هلا نحن رح بروح معكم على المختبر؟ نحن رايحين شو عارفك رايحين على المختبر؟ ما بدكم تاخذوا فريق؟ ايه مزبوط ايه ما انا عم جبت لك الفحص لا 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 انت ما بتروح خلص انت ما بتروح على مختبرات انت بتروحي على القهوه بتنطرينا هلا نحن بنروح على المختبر بنعمل الفحص الدي ان اي وبنرجع من شو اسمه صح ملائكة يا الله ريحي اعصابك انت روحي هلا حاجه موتره روحي يا بنتي ما تطولي بالي يلا طولي شكرا عم ابر يا اهلا يا روحي الله معك طورينا هون الله معك الله معك طورينا هون الله معك اجت المصيبة ايه طمنيني شو صار؟ عطيته الفحوصات لابو رياض ايه وقال بده ياخد فريد ابنه على المستشفى تيعمل له لقله تعمل فحص الدي ان اي وساعتها بيتاكدوا بيتاكدوا؟ لا انت مش اكيده ولا هو اكيد بعد؟ خي يا حبيبي اكيد انا اكيده ولا مش هالحكي بس ان هو بحب يتاكد اكثر بحب يتاكد والله قد ايه صار عمره الصبي؟ 12 سنة يقبرني إن شاء الله يقبرني أخ لو ما كنت بالحبس بس كنت ما خلصت فيه خلصت عليكي وعليه أنت عم تحكي هيك؟ خي من لحمي ودمي بدي عاني فيه خيك من لحمك ودمي؟ لك وسختي لنا اسم العائلة هلأ المهم إن... وأنا عم برفع 12 سنة عمي أبو رياض عمي أبو رياض عمي يا ساتر يا رب شو صوته مثل العسكر المهزوم عمي ابو رياض عمي ابو رياض انا بكره الشامبينيون شو بتكره الشامبينيون مرحبا اهلا جايب لك الفحص تبع فريد ايه تبع الحمض النووي مين حضرتهم مين حضرتهم قريبينها لا شو من الحال؟ لا مين هني ها؟ ما بعرفهم شو ما بتعرفهم؟ شو نتعت الورقة؟ مين؟ طب اسألهم مين قاعدين عندك بالبيت؟ اسألهم مين هني؟ بس ما بعرفهم ليه بتسألهم أنا ما بخجل أنا عفوا مين حضرتكم؟ كنا لقينا هون أنا وصاحبي ايه شفنا من رجوحة قلنا بيجي من الخير شو يحط الحاج؟ حاج؟ شو هذا؟ شو وقتك مثل الخام صاي ما بعرفهم عباس طيب شو كيف معقولين انتو جايين ما ملاقيين حدا قاعدين حدا انا فين مجوع حفاضي تشربوا شيء لا حبيبي تانكيو طيب يلا تانكيو يلا روح احي طيب قوموا روحوا يا عمي قوموا خلينا قاعدين ولو مرتاحين خلص حالي هون قاعدين الجماعة طيب شو قاعدين بدنا نشوف شو بدنا نعمل بقصة الحمض النووي الحمض النووي قوموا يا خيي قوم احد انت وياي قوم احد قوم معلم معلم قوم روح نام غير ها هيك منا سلبي لك منا تعلي سيجار هالطخر ماشي روح انت مثل السفاحين شكلك حاطط لي هالعوينات وعلى هذا ليش بتطلني يا عباس؟ هيك هالقصه لك انت عم تطلعهم تقعدوا عندي؟ غني ما قايل لهم قال مارقين ملاقيين جنينة وقاعدين وانت تاكي عليك كانك بتعرفهم جنينة؟ شو بيت جنينة الصينية؟ تفضل تفضل شوف النتيجة هلا طلعت النتيجة؟ طلعت لا مش بهذا بهذا 3-0 لك شو 3-0؟ لك هيدا نتيجة الحمض النووي تبعها وعي فلا يلا شوف قارن لشوف انت انت اللي بتعرف القصص كلها شو قصتك عم تعطيني ظروفي على الحال الحالة شريف اللي لشوف هلا شو؟ شو؟ طلع الولد ابننا عبي شو عم تحكي؟ يا حلو يا مغيس يا مغيس شو اسمك عبيس؟ يا حبيبي يا عبيس شو اسمك عبيس؟ شو هيدا؟ بدها النتائج مزبوطة ها؟ يعني هلا منذر ما حدا زعبر؟ ما حدا زعبر هي جايبها دغري يعني من هونين؟ ما يكون عاطيهم شي بنالتي أو شي لك
هيا بنالتي عمي ابو رياض. هلا نحن بالجد فريد طلع ابنه. طلع ابنه. يا لطيف يا لطيف منا مصيبه. فريد يا ابي. ايه ابي. فريد ولك عين ولك عين تقول ايه ابي. شو بدلك شو بدلك ايه يا اختي؟ انت مغني نوع بشر وليه؟ لا لا شو بدك انت نايم مسطح جوا عم باخذ قيلوله تاعيتي. شو بدك اتنين ما تقوم ان شاء الله ما بيجيني غير المصايب من وراك. طلعت النتائج هيدا الولد الفرخ طلع ابنك. ابني ما معه خبر كمان يا عيب الشوم عليك. لا ما انا. كيف ما انت ما انا ما انت حكيت معها على المخلوقه؟ بلا انا. مش انت عملت الجلجله معها؟ بلا انا. يعني الولد ما ابنك؟ لا ما انا. رجع بقول لي ما انا رح جنننا. لا حبيبي هيدا النتائج هيدا النتائج طلعت من مركز التحاميل الطبيه. طلعت شو اسمه؟ ايه مزبوط يا حي بوزيتيف. هذا الولد ابنك. يا لطيف ابي شو بدك يا سيواني هلا؟ شو بدك تعمل؟ زيح فوت اطلع عن السلطه طيب. انت من اني نوع بشر وليه فريد؟ ابي انت ليه عم تكبر الموضوع على قد براسك؟ ما بدها شيء. نجيب هذا الولد ولا ما زال طلع انه ابني وكل شيء وطيب وغلطنا الغلطه وبظينا هذا الولد نجيبه ونحطه عندك بتربيه انت وامي بيسليكم بيونسكم بتتناقشوا انت وهي. شو اول واحد واخر واحد انا جايب ولد هيك قلق قلق لك 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 رح يموتني بحكيه. انت عم تحكي انت واعي يا ابني شو عم بتقول؟ بدك تجيب لي قرد منك وتحطه عندي بعد ويقعد يا شو اسمه بالبيت عندي؟ انا ناقصني جنينة حيوانات؟ ما بكفي ربيتكم وفليته وحليته عن طريق انت واخواتك؟ جايب لي كمان قرد ومنك؟ انا بعد ناقصني سعادين؟ ليه عم تقول سعادين بتطلع فيي انت كمان؟ ايه؟ بده بهدلة ولا ما بده بهدلة؟ اطرقوا اياهم اطرقوا اياهم؟ ايه يا عيب الشوم عليك. يا عيب الشوم عليك. بهدلتني حطيت لي راسي بين الطين. بهدلته وين بده يصير؟ وين بده يحط راسه بين العالم؟ بفو عليك بفو عليك بفو على شوابك بفو على منظرك بفو على منظرك بفو على منظرك تفو على خلقتك تفو على خلقتك بفو على خلقتك انت يا راني. شو بده الله بقى؟ لك ما وقت قله عم يلفوا يجوا لعندي. والله؟ ايه انت بتلزقوا اياه هو بنسقني اياه لإلك. مزبوط يا حني. شو بدك تعمل هلا بهالقصة؟ يا لطيف شو هم؟ عشو عم تجمد يصير؟ عم دير؟ والله براسي فكرة. فكرة شو هلا؟ وايف ليك وليك؟ ايه أبي ما بطل لي أبي. لازم تخجل منا على الكلمة. أنا أكثر ما أني كون أبوه أنا الممسح تاع الجي تاعيتك. روح وقفوني بأمرك أبي. وين بدك يا نواف؟ حط الزريعة روح اركع بالزاوية. أبي ما فيني اركع صوابين جري مهاريين وبعدين أنا كنت مبارح عندي انجاجي. يا حبيبي يا حبيبي من العائلة وقفوني. ليش يا أبي بأمرك أنا؟ عمي أبو رياض شو كيف بدك تحلها؟ هيدي مصيبة المصايب. مع خبر؟ شو بدها تقول الناس عنك؟ وين راسك بدك تحطه بين العالم؟ انت المرجع وانت الخبرة وانت الدنيا كل العالم تستفيد من رأيك. هيك صرت؟ هيك صرت شرشوح آخر النار؟ فشرت ولي أنا شرشوح؟ لا قصدي معنى الحكي يعني. لك شو مخلف انت شو مخلف؟ ما بعرف عباس؟ نعم. الحل الوحيد تاعنا يا عباس انه نلاقي حل لهالولد. ايه بدك تلاقي له حل؟ لانه لم ممكن هيدا الولد يجي يحطه عندي. هلا اوكي طلع ابننا بس ما فيني انا شو بدي اقول عني بيت الرئيس. انت وعدتها للمخلوقه بده يجرسونا بيت اهالي راس بيروت كلها بده ناطرين خبريه على ابو رياض مصطيح فضيحه الفضايح. وما فيني اجي اقول لهم انه ابني فريد قطيع اللي تقطعه. جاب لي ولد غير شرعي منه مزوج. شو بدك تعمل هلا بهالقصه؟ حكي لي راسك ندفه. ما في غيرك انت يا عباس تساعدنا. ما في نعم؟ ما في غيرك انت تساعدنا لحل المشكلة. كيف بدي ساعدك انا؟ بلكي انت هيك بتتبنى هالولد وبتخليه عندك. خرطي خرطي هذا اللي ناقصنا.
هذا اللي ناقصني. اتركني خليني اقوم. عباس شو بدك يبهدلوني اهالي راس بيروت؟ والله لكن بتبهدل اني لحالي. انا ابن الرئيس. واذا انت ابن الرئيس؟ بس انت يا عباس ما انت مزوج. طيب واذا مزوج؟ بقول لهم انه هيدا ابنك. بعدين شو بدك احنا من هيك ولاد؟ جايبين لك ولد خالص مخلص، وفرنا عليك حليب وحفاضات وواع وواع كل الليل. يصح لك تربي ابن الرئيس يا خرندا انت. ليك 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 هلا النمرود كمان عم ما بدي لا انت ولا اولادك. هلا عندي عباس عباس دخيل اجري دخيلك يا بابا. شو بدي خلي عندك كل العمر؟ لا حطه يومين ثلاثه عندك لنكن نكون حلينا الموضوع وشفنا شو بدنا نلاقي له ترتيب، بركي بعدين نبعثه على شيء ملجا. ما فينا عباس، انا اسمي انا اسمي كبير بالمنطقه، ما فيني اتبهدل. يا عمي ابو رياض بعرف اسمك كبير هلا ما تصير تبوي وتعوي دخيلك. عباس انقذني من هالمأزق اللي انا واقع فيه. طب خلص روق بشرفك. طب روق ايدي بزناره. لك روق ايدك بزناره، حاطط ايدك ببطني وبتقلي بزناره. عمي ابو رياض روق شوي دخلكم. خلص رح اعملها بس ليك ايه؟ من الاخر ايه؟ يومين ما في غيرهم ولا هم يومين، يعني ساعة بعد اليومين ما إلي عليها. خلينا بس نقطع هالمصيبة على خير، نشوف شو بدنا نعمل بمصايب وهيدا، لما يجينا غير البلاوي منه. ما في منك يا عباس. طول لي عمرك. بعدين ليك انتبه، هيدي البنت أمه كتير كويسة ها؟ ايه. هيدي من عائلة جاه ومن عائلة مرتبين. بركي أهلها ما أهلها حكي وما حكي. ما هي وحيدة عند أهلها يا عباس. أوادم يعني؟ كتير أوادم أهلها. كتير كويسين. ايه. كتير كويسين. ايه. كتير كويسين. طيب منيح كتير منيح. ايه. فهمت. ويعني بتلملم الموضوع. طب شو عم تعطيني ورقة يا نصيب هلا انت؟ خلص منيح قبلت، رح خليه عندي يومين والله بيعيننا عليهم اليومين. شكرا عباس. شو قبل حالة القصة مع عباس؟ ايه مش عال مع خيك اخوك عباس. اخوك عباس قبل يمسح لك الخرمة تاعولك. ابي؟ معك شي 100 دولار؟ لك رح يموتني ابنك بقى. لك شو هالعيلة انتو؟ لا شو بدك 100 دولار؟ جتنا تعليمة حلوة للأسبوع، بدي لعب في حصان رعبان عليه بالسبق. يي لا ناس من ناس من قطة من فاس عملته ومحملها لغيره وبدو يلعب سبقه. ايه ابي ايه معي 100 صرمية على رقبتك. ايوه حمل لي تنقرك. Feel pretty, you're so pretty. شو اسمك عباس؟ يا حبيبي يا عباس. شو اسمك عباس؟ روق شوي. هاي. هلا عمي. ايه منال، كيفك يا بنتي؟ كتر خير الله، طمنا شو صار؟ شوفي يا بنتي، رحنا على الشاي وعملنا فحص الشاي وطلع انه شيء. انت معك حق، الولد ابن عباس. صح. مين عباس؟ ما بعرفه لعباس. عباس شاهين بدو الحج ابو راغب. شو ما بتعرفيني؟ شو ايش بك هلا عم تبلشي تتنكري للموضوع؟ مين انت؟ ما بعرفك اكيد. ليش ابنك؟ لا. الولد ما ابننا، عملنا فحص للدينا وطلع انه الولد ابن عباس. طلع لإلي يا عباس. نعم. لمين الولد؟ الولد أنا أبوه. ولو؟ أنا شو بك عم تتبكبكي هلا هيك؟ بس أنا ما بعرفك. لك شو ما بتعرفيني؟ شو نسيتي هيديك الليلة اللي قعدنا على اللي قعدتها أنا وياكي فيها؟ هيديك الليلة؟ عفوا بس لحظة. شو؟ حضرتوا مين بكل؟ هيدا نصيف أخوها لمنال. نصيف مين؟ أخوها لمنال. ما قلت لي لحظة صغيرة ما قلت لي هذه وحيدة. ايه ما هي وحيدة على 17 شاب عباس. على 17 شاب؟ الله يكسب عدوينك. وهيدا الصغير فيهم. هيدا الصغير قد الجرافة؟ ايه ما هيدا هو بدك تعتبره هيدا البوب كات تاع العيلة. هو ها؟ ايه هيدا الوحيد اللي فيك تحكي معه. لحظة صغيرة. هيدي أول ليلة من ايه 1000 ليلة وليلة. طول بالك في كلمة أنا عادة بقولها، طول بالك خليك هيك. وليش؟ ايدك هيك. مثل ما بقول المثل، هيدي آخرة يا بسين. أنا أبو رياض، أنا ابن بيروت، بحكي شو ما بدي عالقلب بفوت، بعشق كل الناس ما بغير حليس، وإذا حدا شاكر بلعلن أنفيس. اسألوني أنا أبو رياض.
أربع الكرات هو باقي معكن بكل الأوقات. قلبه شو حساس براسه وسواس يسير كل العالم وينحر بعباس.